ولسه مستمرين في المؤتمر. وكان لنا لقاء مع الدكتور احمد عبده. اهلا وسهلا بكم. اهلا بك يا دكتور. برضو يعني احنا سالت انا في موضوع الدواء المصري ده، فانا سعدت جدا ان يبقى في شركات عالميه بتنتج منتج على الاقل هيبقى فيه نسبه كبيره من المنتجات المصريه. أكيد. انت بقى بصفتك بقى طبيب بيطري يعني وشاب ما شاء الله الحمد لله، يعني قول لي بقى يعني امنيتك ان ايه اللي انت شايفه ممكن يتحقق، وايه اللي شايفه يعني في هذا الاتجاه. والله هو يعني بعد دخول طبعا شركه ايفا للمجال البيطري، شركه ايفا طبعا شركه معروفه بالنسبه للمجال البشري، مدخلت المجال البيطري داخله بقوه كبيره جدا. في منتجات محليه اصبح او يعني بقى في عندنا كميه منتجات محليه كبيره جدا وكويسه وعندها كفاءه عاليه تنافس بيها المنتجات المستورده. طبعا ده هيبقى اسهل لنا بكتير بالنسبه للدوله، هيوفر علينا فلوس دولارات كتيره جدا، ان احنا مش محتاجين ان احنا نستورد حاجات تانية، بقى عندنا منتجات محليه وكفاءه عاليه تقدر انها تنافس المنتجات المستورده. النقطه زي دي هتساعدنا ان احنا نقدر نرجع تاني لمرحله الاكتفاء اللي احنا كنا عاملينه من صناعه الدواجن، وده هيوفر فرص عمل طبعاً للشباب اللي طبعاً جاي. حضرتك جميل كده، اكيد ربنا يكرمك الله يكرمك حضرتك. يعني احنا مع ان يبقى في مزيد من المصانع طبعا طبعا. عيب قوي ان احنا بنستورد، على ما سمعت الرقم مش عارف صح ولا غلط، اكتر من 35% من منتجاتنا الدوائيه، بالذات خصوصا في مجال الادويه. الرقم ممكن يكون صحيح وممكن يكون اكتر من كده فعلا، ولكن ان شاء الله بالنسبه للفتره اللي جايه باذن الله احنا متاكدين 100% ان المنتج المحلي خلاص هيبدا ان هو ياخد شير كبير جدا من السوق بشكل عام، لان طبعا زي ما اتحرك هو ثبت الكفاءه. في منتجات كتيره جدا محليه ثبتت كفاءتها في الشغل وفي العمل في المزارع نفسها، وحتى يمكن مع مديرين المزارع بقوا في ناس كتيره جدا بتفضل انها تستخدم منتجات محليه عن المنتجات المستورده، لان ده بيوفر عليه سعر كبير جدا، زائد انه بيخليه يبقى قادر ان هو يتواصل مع الشركه المنتجه بالنسبه له طول الوقت. والله انا سعيد بحماسك جدا، ومصر بخير طالما فيها شباب متحمس، وده اللي احنا بنقوله، ان الشباب ياخد فرصته. الشباب محتاج يشتغل، يبقى في بنيه تحتيه. الناس اللي بتقول البنيه التحتيه مش مهمه، لا، ده البنيه التحتيه ده اللي هتفرض فرص العمل وهتزود لابنائنا. وي 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 واخد بال حضرتك؟ طبعا الشباب الفتره اللي جايه البلد مش هتقوم غير على الشباب. انا بشكرك للمره الثانيه وان شاء الله نتقابل. شكرا جدا دكتور، مع السلامه.